في التمرير ونتابع محاولة خطيرة لفريق فريق المولودية الوجدية. الخطأ يكون مضاعف وجد جد مكلف. النيجيري إمكاغبو يسجل الهدف بعد أن كانت محاولة لفريق اتحاد طنجة ومن مرتد هجومي. يسجل هذا اللاعب النيجيري إمكاغبو يسجل بطريقة جيدة. نتابع تمريرة كانت ممتازة من يوسف نيش. خطأ للإيفواري، خطأ فادح لم يترك حد الحارس وطاح. صعبة لأن الكرة أرضية. وأوغوش يسجل أمامه.